فكر معايا هي عايزة ايه، بص في المراية ظبط زوايا ظبط زوايا ظبط زوايا علشان نتقدم، سيب الشيشة قوم من عالقهوة سيب الشيشة، هي عايزة ايه ظبط زوايا ظبط زوايا ظبط زوايا. أنا بعمل مشروع وبحث عن مصر والوطن العربي، يعني نشوف كل حاجة وحشة والعكس. مين المعلم على الطاعود ده؟ الكيس ده ممكن ترميه هنا جوه الباسكت أو مكانه كبير أهو كويس. هو البتاع ده شكلك؟ أنا الأول أعرفك بنفسي، مدحت الأناضولي من قرية الحسنة باينة. أهلا بيكم في أكبر وأجمد برنامج من نوعه، هو برنامج شحاتة جوت تالنت. أنت داخل سوبر فايزر الشحاتين، يعني الست التقيلة، الدهاسة، التقلة يعني. الحراميه موجودين في كل دول العالم، بيخترعوا طرق جديده واساليب للسرقه، بس انا مش مشكلتي مع الحراميه، مشكلتي مع الناس. مشكلتك مع الناس اللي بتسرق؟ لا، الناس اللي بتشوف اللي بيتسرق وبتقف ساكته. ظبطه السرقه. ولا معلش حضرتك، كنت بتفتح المطوه نسيت بقك مفتوح، بس عايزك تطلع اللي في جيبك بدل ما ازعلك في ودانك واشقك نصين، والنص منك يعمل كده والتاني يعمل كده. عايزك تتخيل يا ايه ده، انت بتفكر تسرقني وسط الناس الشرفه دي كلها؟ يا رجاله الراجل ده عايز يسرقني. كلب عدت رجلها هي اللي جابته لنفسها. ولا معلش حضرتك، كنت بتفتح المطوه نسيت بقك مفتوح، بس عايزك تطلع اللي في جيبك بدل ما ازعلك في ودانك. رجاله الراجل ده عايز يسرقني. كلب عدت رجلها هي اللي جابته لنفسها. ولا عايزك تطلع اللي في جيبك. رجاله الراجل ده عايز يسرقني. كلب عدت رجلها هي اللي جابته لنفسها. ولا عايزك تطلع اللي في جيبك. رجاله الراجل ده عايز يسرقني. مفيش اي ملك من ملوك الجدعانه معدي. كلب عدت رجلها هي اللي جابته لنفسها. صباح الفل يا بهوات. في الراجل ده بيثبتني. في يعني لما يثبتك مش بياكل عيش هتقطع عيش الراجل؟ وانت اخوك طلعت بمكر حبيبي يا خال، ربنا يقويك. يلا سلام عليكم. اتفضل معانا. اسلام. ده ناسي بقه مفتوح برضه. سيب الشيشه. معلش اندمجت شويه مع الشخصيه. شفت الناس سلبيه ازاي؟ لا الناس مش سلبيه، الناس كانت خايفه من السلاح او يحصل لها اي حاجه. مش انت دايما بتقول المصريين ماشيين فوق الحيط؟ الحرامي لو كيوت الناس هتطلع اكيت منه. افتكر سيب الشيشه. سمحت ممكن تعديني؟ حبيبي مين اللي هيطلع كل اللي في جيبه ويدي لعموره حبيب قلبه؟ انت مين وعايز ايه؟ انا بستخدم معاك احدث وسائل التثبيت. لا عورك ولا ارهبك ولا اعودك، كل اللي عليك انك تطلع كل اللي في جيبك وتدهوني، وهتاخد الدبدوب ده هديه ومعاه السجره. عمو 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 تعال. الولد ده بيثبتني وعايز يسرقني. شخص محترم الوديه ده هيثبتك؟ ده لا بيثبتك ولا عايز يسرقك. دايما يعملوا من حبه اوبا. علي حبيبي يلا عشان متاخر. طلع كل اللي في جيبك. يا انسه يا انسه يا انسه انسى، لو سمحتي لو سمحتي. ايه ايه في ايه؟ الراجل ده بيثبتني وعايز يسرقني. طولش بيغتصبك. طب يا ريت يثبتني انا ويجيب لي ورق حد لاقي. يلا بقى يا حبيبي عايزك تطلع كل اللي في جيبك. ظبط قوم من على القهوه سيب الشيشه. لا حياة لمن تنادي. مش كل اللي بيسرق حاجة بالعافية حرامي، ولا كل اللي بيسرق حاجة مهمة حرامي برضو. وانا كده فهمت؟ انا دهت. انا هفهمك. سيب الشيشة. اسمك رمزي، لابس نظارة وشعرك عامل كه. أنا عاوز أعرف أنا تهمتي إيه؟ بعد 10 سنين وجعت في يدي. أنا آسف إني أخرت ترقيتك يا حضرة البكباشي،
انت اصحابك مقدمين فيك بلاغات بيقولوا انك حرامي. انا عمري في حياتي ما مديت ايدي في جيب حد. لا مديت يا رمزي، بترفع البوست على الفيسبوك ليه وما بتكتبش عليه منقول؟ تبقى سرقه ولا بنسى زي ما كل الناس بتنسى؟ ومجهود الراجل اللي كتب البوست على الفيسبوك بتاخد مجهوده ليه؟ حلو الجو؟ ده انا كمان بعمل مجهود كبير. انت متهم بسرقة ولاعات زمايلك. ما حصلش. حصل يا رمزي، بتاخد الولاعه تولع بيها سيارتك وتحطها في جيبك وتكفي على الخبر مجور. بنسى احيانا بكون بفكر في حاجه ومتوتر. معلش ادخن سيجاره ممكن ولعها؟ ادخن سيجاره عندي ماشي يا حاج، مش مشاكل يعني. متشكر جدا. ربنا يخليك. اتفضل حضرتك كمل تحقيقك. وانت بتطلع العصير للضيوف خدت من كل كوبايه بوق وبعدين مسحت بوقك. كوبايات العصير كانت مليانه على الاخر، خفت تتدلدق على هدومهم، شربت من كل كوبايه بوق. طب وصاحبك اللي خدت منه سيجاره وانت معاك علبه سجاير في جيبك؟ ده استلواح عادي لكن مش سرقه. اسمها سرقه. اسمها سرقه يا رمزي. ناقص كمان تقول لي ان لما خدت منديل من واحد صاحبي رغم ان كيس المناديل مقفول في جيبي دي كمان سرقة. دي نتانة يا رمزي، دي اسمها نتانة. لكن انا ما قصدتش اسرق. انتوا كتير يا عمي، ولو قلت لمين وراك اعتبرك شاهد ملك. ما حدش ورايا يا راجل. ايوه صح، ما حدش وراك. حسك ده ما قدمناش غير حاجة واحدة، اننا نلسعك بالشمع على يدك الشمال دي عشان تبطل تعمل بيها الحاجات دي تاني. برضو حيفضل لي السكرين شوت. سيب الشيشة. سيب الشيشة. شفت يا صاحبي، عملت مع جوزها الصح. اي حد ياخد حاجة مش بتاعته اسمها سرقة، حتى لو كانت نيته سليمة، حتى لو ياخدها وبيعمل بيها خير. وفي سرقة الافكار. سرقة افكار ازاي يعني؟ انا هقولك. سيب الشيشة. ايوه يا حاج، يا عم الانتاج السينمائي في مصر كلها. يا سلام يخلص، واحلى منه يخلص كمان. هو ده السيناريو يعني اللي هيزعلك مننا؟ هيخلص امتى؟ كله كمان 3 ساعات. هيخلص كمان 3 ساعات عمنا. انت بس يعني حط لنا دفعه كده في البوست. بيقفلوا الساعه 2. سلمنا عليه. امروسي بيسلم عليك. ماشي يا عمنا. فيلم غريب وسيناريو غريب. بنت هي واختها بيتولدوا في كولومبيا، بيجوا على الوراق، واحدة فيهم بتموت عند كوبري الخشب. ايه المش يعني في حوار كده غريب. سيناريو معقد بس لازم يخلص. ورقك وقلمك بسرعة اكتب. مرحبا يا صاح تساوي يعني اهلا يا صاح. اهلا يا صاح. صح كده خلص المشهد الاولاني. لسه بقى هيقول. ماشي هو هيقول لنا. ايوه باشا شغالين والله بايدينا واسناننا. ايوه تفاصيل بقى وديتيلز وبنضيف. لا والله لسه ما عرفناش النهايه هتبقى ايه. قول له احنا لقينا اللوكيشن في ابو اتات. لا بس اللوكيشنات هتبقى في القريب في ابو اتات. نهايه الفيلم واحنا شرفنا ما في اعلانات شغال. قصدي ان شاء الله اما الفيلم ينزل كده ويغرق اعلانات باذن الله نعمل اي نهايه حلوه. ماشي يا عمنا. رحت البوسطه. سيب الشيشه. بس يا سيدي ويخلصوا ويصوروا ومحدش ياخد باله ان قصه الفيلم مسروقه. ده مش بعيد ياخدوا جايزه عن الابداع الفكري. بس انا شايف ان دي مش سرقه، ده اقتباس. لا ده اسمه نحت. يعني هو الخواجه اللي عمل القصه الاصليه دي عنده مخ وانت لا. استسهال بقى هتعمل ايه؟ شقلب واجري. سيب الشيشه.
قالوا مساء الخير استاذ عمر عمرو معايا. ايوه مساء النور يا فندم، اتفضل قولهم كلهم. مع حضرتك الاستاذ سيد سامي سيد من شركه المحمول المعروفه يا فندم. انا المفروض اعرفها لوحدي يعني، اسمها ايه هي يا فندم؟ انا مش هينفع اقول لحضرتك هي اسمها ايه عشان ما يبقاش اعلان، عموما هي اولها 01. طب اتفضل يا استاذ سيد يا سامي، تتصل بيا ليه؟ ما هو ده الجديد يا فندم، ان حضرتك لو غبت علينا شويه ووحشتنا وما اتصلتش بينا احنا بنرجع نتصل بيك تاني. انت بتلزز. العفو يا فندم، انا بس حبيت افوق حضرتك، حسيت حضرتك صاحي من النوم يعني وكده. عموما حضرتك انا جدا وهو عرض الاشتراك في عالم الفنان الجميل مصطفى كامل. لا والله استاذ، بس انا بحب اسمع له اغنيه واحده بس طول الوقت، هو راح رحله عمري ما رجعش تاني خلاص. ما هو ده الجديد يا فندم، ان احنا نشترك لحضرتك في عالم فنان زي الفنان مصطفى كامل بالظبط. لا يا حبيبي شكرا، لما احتاج اعرف حاجه عنه بتصل بك اسالكم. ماشي يا بهلول. عموما يا فندم واضح ذوق حضرتك العالي في اختيار الاغاني والمطربين اللي بتسمعهم، ولذلك احنا اشتركنا لحضرتك في عرض مصر في كاس العالم، وده هيكلفك 95 جنيه بالشهر. مش عايز. هل حضرتك مهتم بخط الموضه والجمال؟ يا ابني انت انسان ولا بني ادم؟ انا لو شفتك هديك كل العروض بس في وشك. عموما يا فندم انا اسف جدا لازعاج حضرتك، وعموما انا اشتركت لحضرتك في خط الفرفشه والنكت والضحك مع المبدع الجميل ورائد النكته في مصر والوطن العربي عادل الفار. وخلي بالك كل نكته هتكلفك 3 جنيه بس. دي كتيبه عسكريه، القائد جمعهم قال لهم في شخصية مهمة جاية تزورنا النهاردة، أول ما يوصل تضربوا 21 طلقة. عسكري صعيدي قال له لو مات من أول طلقة نكمل ال 21. واحدة متجوزة مصورات جت في يوم تقول له يا أخويا تبقى مصورات وما تخش لمراتك صورة، قال لها أعمل بالصورة إيه ما أنا معايا العفريت أهو. واحد غلس قوي ماشي في وسط المقابر وعمال يغيظ الميتين، ايه الحياه يا حلوه، ايه الحياه يا حلوه، ايه الحياه. سيب الشيشه. اوبا ده جده ده عامل الصحي مع نفسه، الراجل ده شغال بقاله كتير في الحياه، يعني انا دخلت عليها ازعله واغب منه وهبه. يا عم بابا نويل عايزك تصحصح معايا كده وتنجزني عشان امشي. لا تنجز اللص ابدا عشان ما يفكرش يرجع تاني، ده 60 نيله. طب يا عم بابا نويل انجز بدل ما اعملك بادج في الحيطه. لا تظهر ابدا الاهتمام بالاخرين طالما جايين يسرقوك. لا تفعل المستحيل من أجل إنسان لا يفعل لك الممكن. طب ما تخلينيش أنا معا أخرج بقى عن الممكن. اثبت يا عم الحاج وشوف عشان أثبت معاك الكلام. خلاص يا ابني أنا عرفت طلبك، صاحب الناقص بضائص. آه الدين المفيد. يفيد بإيه الجمال لو عشت بيه مجروح. بابا يا بابا يا بابا. إيه يا عم مالك أنت دخلت في الأغنية كده ليه؟ يا ابني أنا راجل حكيم. طب ما أنا عارف، ما هو ما يقولش البقين دول غير حكيم. طيب يا ابني أنا معايا كتاب الأيام لطه حسين، فلسفة الغزالي لعباس محمود العقاد، ومعايا كتاب الأضواء في اللغة العربية لتانية إعدادي، ومعايا كمان كتاب حياتي يا عيب. إيه يا عم في الشقلبة دي؟ أنا جاي أخد منك مرمى يا عم وأشوف الدنيا فيها إيه وأمشي، ليه دخلتني في الحاجات دي؟ وكمان يا ابني معايا كتاب 28 رسالة نصية رومانسية للمحمول، وكيف تتعلم الهندية في 3 سنين فقط، وكتاب حياتي يا عين. صحيح لو أمطرت السماء رجولة لفرد الشباب المظلات. الحرامية موجودين في كل دول العالم، بس للأسف عندنا في مصر الموضوع مختلف جدا. تاخد الولاعة تولع بيها، تولع تجارتك وتحطها في جيبك وتكفك على عقد بالولاية. ماشي اسمها الولاية ده يا راجل، احترم نفسك يا راجل، انت مضطر للباب اللي بتشربوه ده. ايه ده؟ في ملحوظة مهمة بس. إيه؟ الراجل ده بيثبتني. يعني ما بيثبتك مش بياكل عيش، هتقطع عيش الراجل. ناقص كمان تقول لي إن لما خدت منديل من واحد صاحبي رغم إن كيس المناديل مقفول في جيبي، دي كمان سرقة. وما حركتش الكشاف ليه زي ما المخرج قال؟ علشان نتقدم سيب الشيشة قوم من على القهوة.